هل المنبهات او القهوه او كذا ملهاش فوائد خالص؟ ليها فوائد طبعا ما يعني هتندي <تص wrote> ايه؟ احنا ايوه ايوه لا لا لسه في امل هي طبعا هي طبعا كلها فوائد بس نحتفظ بالكميات او بالنسب اللي ماشي يا ستي إحنا ما اي فوائد قولي لي الفوائد أي فوائد؟ الفوائد بتاعتها ان هي بتعلي الحرق بتقلل الشهيه وهشرح لك ليه بتقلل الشهيه بعد ما خلاص الفوائد وبتحسن وظائف المخ وبتحسن الذاكره وبتقلل من خطر اصابه مرض الزهايمر شايفه هي فوائدها عظيمه على فكره كافيين عظيم بس عارفه لما يقولك كل حاجه تزيد عن حدها تقلب ضدها بالظبط المثال ده بيتطبق على اللي بيحصل دلوقتي في الكافيين طيب قبل ما تشرحي لي الحاجه اللي انت كنت عايزه انا عايزه اتكلم في حاجه ما علاقه بس انا عايز اسال عن نفسي الصراحه طبعا انت دلوقتي بتقولي ان الـ 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 الكافيين بيخلي الذاكره تتحسن تتحسن ده حقيقي طب ولو انا بشرب 10 عشر 10 مثلا فناجيل في اليوم هتبقي بتاخدي شويه من فوائدها وبتاخدي الاضرار اللي انا لسه قايله عليها انا بس ما حاجه خالص لا بس وال... كده والله موضوع على فكره جيناتك شويه لان الاسترس بيقلل من موضوع الذاكره لو انت ستريس آه. دايما متوتره ده بيقلل من الذاكره بيقلل من احتفاظك بالمعلومه او الشورت تيرم ميموري تبقى عندك يعني زي <applause> ما انت بتقولي كده هما بيقولوا لي اصلا على دلوقتي وانت احنا نحمد ربنا ان انت لسه عندك ذاكره شكرا عن فريق <applause> الاعداد شكرا <applause> لسه عندي ذاكره يعني الحمد لله دلوقتي كنت بتقولي بقى على القهوه م. بتحسن بتخلي الواحد يشبع او بتحسسه بالشبع ليه بقى علشان حمض الكلوروجينيك القهوه فيها حاجه اسمها حمض الكلوروجينيك الحمض ده بيقلل من امتصاص السكريات والنشويات في الدم فلما الحاجات دي تبقى امتصاصها قليل اه، تخزين الدهون بيبقى اقل لان احنا انت عارفه طبعا لما احنا بنمتص الدم بيمتص الحاجات دي بتتحول لدهون لو ما حرقناهاش في نفس اليوم تمام مم. ده غير ان هو بينظم جلوكوز الدم فبيحسسنا بالشبع فيعني بس برضو مع الاحتفاظ بالكميات اللي قلنا عليها طيب انت ما لو مم. انا بعمل ريجيم وبشرب الفن... الاثنين فنجان او فنجال انا مش عارفه اقول ازاي من اثنين لثلاثه زي ما انت قلتي دلوقتي ده بيتحط عليه سكر تحطي سكر دايت لو انت عايزه تخسي او تشربيه من غير سكر لان انت لو هتحطي سكر ابيض يبقى احنا كده اكننا ما عملناش حاجه بالظبط كده <applause> حتى لو النسبه قليله يا رضوى برده خلي بالك يعني النسب القليله دي برده بتبهدل مستوى السكر في الدم تعلي الانسولين عارفه احنا اتكلمنا قبل كده عن الصيام المتقطع مع بعض مم. الانسولين لما بيعلى هرمون ده هرمون تخزين الدهون فاحنا بنحاول نخس ليه نستفز هرمون الانسولين نخليه في حاله لا سيبه هرمون الانسولين <applause> في عشان نخس <applause> <applause>